السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. يا رب جميعا تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة هي أكلة سهلة جدا وسريعة، يعني طريقة تحضيرها ما بتتعداش الدقايق. بس على قد ما هي سهلة وبسيطة وما بنعرفش ناكلها من ايد اي حد ولا من اي مكان، ليها طعم وريحة كده مميزين بندور عليهم دايما لما بنيجي ناكل الكبدة البلدي. بنحب الكبدة بتاعت الشارع قوي وبنحب ريحتها وبنحب لونها. الكبدة البلدي دي من الحاجات اللي وهي بتتعمل لازم ريحتها تجيب لآخر الدنيا. فتعالوا نعمل النهاردة الكبدة البلدي بالخلطة البلدي بالطريقة البلدي علشان ريحتها تجيب لآخر الدنيا. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة أفكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. أول سبب من الأسباب اللي هيخليكي تاكلي كبدة بلدي بنفس الشكل بتاع بره هي التقطيع بتاعة الكبدة. لازم تقطعي الكبدة شرايح رفيعة خالص، يعني بنسميها كده عصافيري، فلازم تقطعيها قطع صغيرة وكمان رفيعة جدا، يعني بلاش القطعة تكون سميكة. التقطيع دي مهمة جدا في الكبدة البلدي علشان حاجتين: أول حاجة علشان مدة التسوية ما تاخدش وقت كتير على النار، تاني حاجة علشان شكلها ما يكونش سميك قوي بعد ما تسوي، وكمان وانت بتاكليها مش هتحسي ان انت بتاكلي حاجة دايبة كده، فلازم التقطيعة تكون رفيعة خالص وكمان صغيرة. والجزارين اوقات بيحطوا مع الكبده البلدي قطعه كده من القلب او الكلاوي، فدي هتتقطع لوحدها وهتتحط في طبق لوحدها علشان بتحتاج مده تسويه اكتر شويه. ولو الجزار كريم بقى معاكي شويه هيحط لك قطعه كده من الدهون مع الكبده علشان خاطر نسيحها وتنزل لنا احلى صوص. فطبعا احنا مش هنرمي اي حاجه، انا استخدمت كيلو من الكبده البلدي. وعلشان اضيع اي زفاره في الكبده بستخدم المكون السحري ده اللي هي معلقه كبيره من الطحينه، وهقلب معلقه الطحينه دي مع شرايح الكبده. بجد معلقه الطحينه دي سحر، ما بتخليش اي ريحه زفاره ولا اي طعم زفاره خالص في الكبده. ومع قطعه القلب اللي انا قطعتها بالكلاوي برضو استخدمت معلقه كبيره من الطحينه وهقلبها معاها برضو علشان اضيع اي زفاره فيها، لان من المعروف او من الطبيعي او من المفروض اللي احنا لازم نعمله ان احنا ما نغسلش الكبده البلدي. فعلشان كده بستخدم معلقه الطحينه دي علشان ما يكونش في اي زفاره. انا هنا بقى هحضر الخلطه البلدي اللي انا معتمداها من سنين وما بغيرهاش ابدا. انت ممكن تستخدمي الكبه، انا قطعت قطع صغيره من الفلفل الاخضر الرومي وكمان الحار علشان الكبده كل ما تكون سبايسي كل ما تكون احلى. وحطيت حبه حلوين كده من الثوم ومعلقه كبيره من الفلفل ومعلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من البابريكا وبس كده، علشان الكبده البلدي مش محتاجه اي افتكاسات خالص ولا اي توابل كتير علشان نحس بطعمها الاصلي. وبعد ما دقيتهم كويس ونعمتهم حطيت معلقه صغيره كده من الخل. الخل بيخلي الكبده ما تغيرش لونها ولا تغمق قوي. وفي الاخر خالص حطيت معلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحلو. ممكن تستخدمي هريسه الفلفل الاحمر الحار لو انت عايزه، بس انا استكفيت بالفلفل الحار اللي انا حطيته علشان الولاد. بس طبعا الكبده البلدي معروفه كل ما تكون سبايسي كده وحرشه كل ما تكون احلى واطعم. هريسه الفلفل دي اللي انا حضرتها معاكم قبل كده وخزنتها، وجبت الطبق اللي فيه شرايح الكبده واخدت معلقه ونص كده كبار من الخلطه دي وقلبتهم على الكبده كويس. وهكذا برضو هجيب الطبق التاني اللي فيه شرايح القلب والكلاوي وحطيت عليهم برضو معلقه كبيره من الخلطه دي، وهسيبهم على جنب كده لمده يعني ربع ساعه تلت ساعه مش اكتر من كده. هي الكبده ما بتقعدش في التتبيله كتير، هي بتشرب التتبيلة بسرعة جدا، يعني كفاية قوي ربع ساعة او تلت ساعة، بلاش اكتر من كده وبلاش اقل من كده علشان الوقت ده بيفرق برضو شوية في طعم الكبدة. وطبعا معروف طالما في كبدة بلدي لازم يكون في سلطة الطحينة. انا هعمل سلطة الطحينة بطريقة بسيطة جدا وسهلة وكمان سريعة، هي حسب الكمية بقى اللي انت عايزاها. انا استخدمت شوية من الطحينة زي ما انت شايفين كده، وحطيت عليها معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من البابريكا ونص معلقه صغيره من الثوم البودر ونص معلقه صغيره من البصل البودر، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعدين هنزل عليهم بشويه ميه صغيرين، الميه تكون فاتره عادي يعني مش ميه سخنه ولا حاجه. وهنزل عليهم تاني بشويه ميه، المهم ان السمك بتاع سلطه الطحينه هيكون حسب رغبتك انت. بعد ما اقلبهم مع بعض كويس واوصل للقوام اللي انا عايزاه حطيت معلقه صغيره خالص من الخل. انا بحب سلطه الطحينه تكون بالسمك ده، لو انت بتحبيها طبعا اتقل شويه، فهتتحكمي في كمية المية اللي انت هتزودي بيها الطحينة. وفي الاخر هحط كده معلقتين كبار من الزيت وهقلب وبس كده، سلطة الطحينة خلصت، بسيطة جدا وسهلة وكمان طعمها حلو جدا زي بتاعة الحاتي بالظبط. وطبعا علشان الكبدة بتاعتنا تبقى حلوة بزيادة فلازم تكون سبايسي كده وحرشة، فقطعت قطع صغيرة كده من الفلفل الحار وكمان الرومي. طبعا الكمية هتكون حسب رغبتك انت بتحبيها سبايسي قد ايه،
انا استكفيت بواحد بس علشان الولاد، وفي طاسة على نار عالية حطيت 4 معالق كده من الزيت، وكمان هحط قطع الدهن اللي انا كنت مقطعاها اللي كانت جاية مع الكبدة علشان تعمل لي صوص طعم حلو جدا. واحسن طبعا ما نستخدم سمنة والحاجات دي، لا الدهن ده افيد واحسن بكتير وكمان طعمه احلى. هسيب قطع الدهن دي مع الزيت شوية لغاية لما تنزل كل اللي فيها ولونها يكون غامق شوية، وبعدين هشيلها من الطاسة كده خلاص احنا مش محتاجينها تاني، وهحط معلقة كبيرة مليانة من الخلطة البلدي اللي احنا عملناها، وهقلبها شوية في الزيت بس بلاش التوم لونه يغير، يعني يدوب تقلبتين بس. وبعدين والزيت وهو سخن جدا والنار عالية هننزل بالحاجة اللي هتاخد تسوية الاول زي القلب او الكلاوي ايا كان اللي جاي مع الكبدة اللي عندك هتحطيه الاول، وطبعا ده برضو بيتقطع شرايح رفيعة جدا وصغيرة. وحاجة مهمة جدا في الكبدة البلدي ان لازم طريقة التحضير بتاعتها كلها تكون على نار عالية جدا والزيت يكون سخن جدا علشان احنا مش عايزينها تنزل مية. وحاجة مهمة برضو جدا في طريقة تحضير طاسة الكبدة البلدي ان انت اول ما تنزلي بأي حاجة فيهم بلاش تستخدمي المعلقة، يعني هتنزلي على نار عالية قوي ومش هتقلبي خالص لغاية لما الحاجة دي تغير لونها، وبعد كده تبدأي تستخدمي المعلقة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. اما الخطوة اللي جاية دي فهتبقى اختياري، لكن انا كسماح يعني بحب اعملها جدا، اللي هي ايه بقى، ان انا بحب احط سجق بلدي مع الكبدة البلدي علشان احس كده ان انا واقفة على العربية في الشارع وريحتهم بتجيب اخر الدنيا. بجد السجق بيدي طعم حلو جدا للكبدة، والكبدة كمان بتدي طعم وريحة للسجق كده مميزين، يعني انت في الاخر مش عارفة اللي بيدي طعم الايه، المهم ان هم بيطلعوا ميكس حلو جدا مع بعض في الاخر، تحس ان انت بتاكلي حاجه بلدي بلدي على اصولها. وفي الاخر طريقه تحضير الطاسه دي ما بتتعداش ال10 دقائق، لان ما بين كل مكون والتاني 2 3 دقائق بس مش اكتر. وحاجه مهمه كمان ان انت لما تيجي تنزلي باي حاجه في الطاسه دي ما ينفعش ان انت تنزلي بحاجه على حاجه، لازم توسعي لها في الجنب كده شويه وبعدين تنزلي بيها على زيت سخن ومكان فاضي علشان تاخد طبه، وكمان ما تنزلش الميه بتاعتها. يعني انا الطاسه دي حضرتها على 3 مراحل، المرحله الاولى القلب والكلاوي، بعد ما قلبتهم تقلبتين ثلاثه كده اخدتهم على جنب في الطاسه ووسعت مكان للسجق، وبعدين نزلت بقطع السجق وقلبتهم برضو تقلبتين ثلاثه، وبعدين برضو اخدتهم على جنب كده ووسعت مكان في الطاسه، وبعدين نزلت بالكبده، وهكذا علشان ما فيش حاجه تنزل ميتها. وبعد ما حطيت الكبده وسبتها تاخد صدمه هقلب بقى الطاسه كله في بعضه كده تقلبتين ثلاثه، وبعدين هحط معلقه كبيره مليانه من الخلطه البلدي وكمان شرايح الفلفل اللي انا كنت مقطعاها، وهقلبهم مع بعض لمده 2 دقائق بس مش اكتر من كده، وبعدين هطفي النار، لان الكبده البلدي مش مستحب ابدا ان هي تقعد على النار كتير، اولا طعمها يتغير ولونها وقوامها وكل حاجه فيها هتتغير. لا لا ده ملوش دعوه بالكبده، هنا بقول لكم يا ريت ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان تحس ان انت بتاكلي كبده بلدي صح، وتكون طعمها حلو وكمان قوامها كده جوسي وطريه. لازم مده التحضير بتاعتها ما تتعداش ال7 دقائق بالكتير قوي، يعني زي ما قلت لكم علشان الطاسه دي كانت على 3 مراحل مده التحضير بتاعتها لا تتجاوز ال10 دقائق بالكتير جدا. انت كمان لو هتعملي كبده بس فطبعا مده التحضير هتكون اقل من 10 دقائق، لكن انا علشان زي ما قلت لكم حضرتها على 3 مراحل، بجد الخلطه دي بتخلي الكبده ريحتها تجيب لاخر الدنيا وكمان طعمها حلو جدا. وجربوا ان انتوا تحطوا سجق مع الكبده البلدي، هتحس ان انتوا واقفين على عربيه كبده او عربيه سجق او الاثنين مع بعض، المهم ان هو ميكس حلو قوي. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم، وكده الفيديو بتاعنا خلص، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش بقى العيش البلدي علشان الاكله كلها تبقى بلدي في بلدي. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده، لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.